النهارده شريف اكرامي نزل ستوري جميل جدا هو والشناوي، وانا اعلم يعني ان علاقتهم من زمان علاقه صداقه وطيده جدا 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 رغم بعض الاخبار، لكن العلاقه المباشره ما بين شريف اكرامي واحمد الشناوي ده بمناسبه ان انا قريب منهم هم الاثنين، فاعتقد علاقتهم قويه جدا باستثناء مين يلعب ومين ما يلعبش، دي حاجات منافسه داخل الملعب. بالظبط انت زي ما قلت، هم قبل حتى شريف ما يجي النادي هم الاثنين علاقتهم كويسه قوي ببعض. ده حقيقي، هم الاثنين هو دي انت نفسك عارف، وعلى صداقه والعلاقه بينهم كويسه جدا، فما اعتقدش هم الاثنين يعني اذكى بكثير من ان هم منافسه تؤثر على علاقتهم ببعض كعلاقه صداقه، يعني في الاخر لا المنافسه مطلوبه ودي في صالحكم. يعني المنافسه مطلوبة. لا هي مطلوبه طبعا، بس بقول لك مش المنافسه اللي هتخليهم يخسروا بعض. لا 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 خالص يعني هم اذكياء ان هم يقدروا يفصلوا ان دي حاجه ودي، ان احنا بننافس كل واحد فيهم عايز يلعب ده حقه طبعا، ولازم كل واحد فيهم عايز يلعب وده الطبيعي، لكن بره بعيد عن الملعب وبعيد عن اوجه المنافسه لا هم اصحاب وبتاع، وده ما ياثرش عليهم في الملعب، هم مع بعض وهم الاثنين بيشدوا بعض وبيتكلموا مع بعض على طول، فدي حاجه كويسه يعني حاجه كويسه ومريحه. طيب كلمه الطموح مرتبطه ببيراميدز بشكل كبير جدا جدا جدا، وده بسبب رمضان صبحي والكلام اللي قاله. طموح بيراميدز هو بسبب كنت مهم على فكره. لا والله بسبب كنت مش بسبب رمضان. يعني مش معنى ان واحد قال كلمه مره تقعد تتقال السنه كلها، رمضان ما بيقولش عايش السنه كلها على فكره، هو واحد يعني لو بسبب حد هو بسبب كنت، وانتوا اللي ماسكين الكلمه كلها ما مش عايزين تسيبوها، والله مش عارف ليه. انا حتى في حياتي بعيد عن الكوره انا ما بقتش عارف يعني بقيت اسمع كلمه طموح احس ان هي غريبه يعني غلط. بقت مرتبطه حتى بيكم كلكم يعني سبحان الله، ودي حاجه حلوه. فهي مش بسبب رمضان والله. الطموح حلو يعني. الطموح حلو، ما هو برضه عمرو سعد قال لك الطموح حلو، فانا يعني نكمل. طيب طموح بيراميدز ايه لحد نهايه الموسم؟ يعني انتوا بتفكروا في ايه دلوقتي؟ يعني خرجت من الكونفدراليه دلوقتي بتفكر في ايه في الدوري؟ عندك ماتشات كتير دلوقتي يعني. بفكر ان انا بالسنه اللي جايه ان شاء الله انا عايز العب في افريقيا باذن الله. وعندنا بطوله كاس مصر اللي لسه الحاجه الوحيده اللي فاضله ما عندنا. فده الهدف بتاعنا دلوقتي بطوله كاس مصر، وان انا العب افريقيا السنه الجايه ان شاء الله.